عام 2015 انتهى مثل ما بدأ، عمليات ومداهمات واعتقالات واستمرار الاحتلال. نهاية هذا العام تشهد هبة السكاكين ودهس في القدس والضفة الغربية وحتى في داخل إسرائيل. هذه الهبة التي حصدت حياة أكثر من 140 فلسطيني و22 إسرائيلي، إضافة إلى أكثر من 1000 جريح من الجانبين. هبة السكاكين جاءت بعد جمود سياسي وانعدام الأفق والأمل، بالرغم من رفع علم فلسطين في الأمم المتحدة وقبول فلسطين عضو في محكمة الجنايات الدولية، وأيضا زيارات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لفلسطين، وأيضا وزير خارجية أمريكا جون كيري الذي حضر أكثر من مرة إلى رام الله. ولكن التعنت الإسرائيلي عقد الأمور التي انقلبت عليه بهبة لا يعرف كيف يواجهها. إسرائيليا، انتخابات مبكرة هذا العام أفرزت حكومة رابعة لنتنياهو أكثر تطرفا من سابقاتها، وجمود اقتصادي وأوضاع سيئة على الصعود كافة، من الاجتماعية إلى العلاقات الداخلية في إسرائيل. المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل نجحت كثيرا، وأوروبا بدأت تميز بين بضائع المستوطنات وغيرها من بضائع إسرائيل، والاتفاق النووي مع إيران لا شك كان بمثابة ضربة لسياسة إسرائيل الخارجية، عمقت الخلافات الداخلية مثلما زادت حدة الخلافات مع الولايات المتحدة، خاصة بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما. وعلى الصعيد السوري الإسرائيلي، دخول روسيا على الخط كان لافتا، خاصة في التنسيق الروسي الإسرائيلي بما يتعلق بالأجواء السورية، وإسرائيل استمرت بقصف مواقع سورية، كما استمر السجال مع حزب الله في الأراضي السورية وفي الأراضي اللبنانية أيضا. فاغتيال جهاد مغنية من جهة وسمير القنطار من الناحية الأخرى أبقت الحدود اللبنانية الإسرائيلية ساخنة وفي أعلى درجات الاستنفار لمواجهة محتملة تأخذنا ربما إلى العام القادم. مجد الحلبي، القدس.